يعني يا غدارة الوزارة شفارة ضربين نفع الصارة وبريك السيك تعرف الغارة سوادة وصارة ولينا على الطرق وعاش السيك. يا السلام عليكم خوتي وحبابي والناس اللي كيبغيو ولد الكريا الزارة وتسعود. هادشي اليوم واحد التكرفيصة ناضية ولكن خونا يوسف باربير نفس الصالون النيو جديد تحية خاصة ليلو وسبيسيال ديديكاس لكاع الناس اللي عيجلسو في هاد الكرسي هادا تا هما يتكلبصو بحالي. يلا تسناو الحسنة الجديدة. مرحبا بك. بخير اخويا الله يكبر بك اخويا. نعز اخويا الله يسلمك. كيفاش تحس هنا اخي يوسف؟ اش عامل هذاك الشيء؟ العز الله يحفظك الله يعطيك الصحة. قول لي بحال دابا شنو اللي عجبك في الصالون وشنو اللي ما عجبكش؟ الحاجة اللي زادوا نضيفوها. لا هي الصالون عجبتني، أول حاجة عجبتني فيها بأن كاين آية فيها اسم الله تبارك الله عليك. وحاجة واحدة اللي بغيك تضيفها ونصيك عليها. العز. هي اللي ما عندوش حس اللب لا ضروري الله يبدا خير. قال انا نرغبك عليها وقيد كاع في الكلمات باش نخلص. بغيت نسولك زعما تسي على الجديد ديالك، كاين شي حاجه؟ كاين ان شاء الله كاين شي حاجه تكون جديده ديال المقسومه اللي تكون معايا ان شاء الله انا والدكتور فايل وخونا زعب ومورا ان شاء الله كاين شي حاجه جديده ان شاء الله. سيوس ان شاء الله خلاص بيس زحفرتي مزيان غتلقى راسي كلهم في الوراق. انا استبدلت لا كوب اللي خرج عندك على شي صافي هذا قيس كلاش هنا اخي. لا شوف مع شي شوف.